وللمزيد من المتابعة حول القمة العربية في دورتها 33 ينضم إلينا الأستاذ جيلاني الشمراني مساعد رئيس تحرير صحيفة أخبار السعودية. أستاذ جيلاني، القمة العربية من جدة إلى المنامة، ما هو الجديد للعالم العربي والأجندة؟ أين ستختلف حينما تختلف الظروف والتحديات التي مرت على مدار العام؟ اهلا وسهلا بك، ارحب بك وارحب بالقناه الاولى المصريه. بلا شك اليوم هذه القمه تعقد في ظل ظروف حساسه جدا. لا نتكلم عن اليوم القضيه الفلسطينيه اللي هي القضيه الرئيسيه والقضيه الام والقضيه الجديده القديمه والتي ستبقى دائما هي القضيه الرئيسيه المطروحه على طاوله القمه العربيه. الملفات حقيقه حساسه جدا، لدينا ما يحكم في البحر الاحمر من تعديات الميليشيا، لدينا ملف السودان، لدينا ايضا الملف المناوشات التي تحصل على الحدود اللبنانيه الفلسطينيه، كل هذه ملفات حساسه وتمس الامن القومي العربي. نعم. بلا شك القمه هي الاعتياديه 33، وكما ذكرت انها انتقلت من جده الى البحرين، القاده اليوم على اعلى مستوى، ننتظر قرارات باذن الله عز وجل تكون في تصب في دعم هذه القضايا، وكذلك موقف ايضا عربي ليس بجديد ولكنه سيشكل ضغط على الموقف الامريكي والموقف الاوروبي في التعامل الانساني وحسب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني في القضيه الفلسطينيه. نعم. سجلني بالامس القريب وافقت الجمعيه العامه للامم المتحده على عضويه كامله لفلسطين، وهو اجراء شرفي، لكن ماذا يعني حينما تعترف اكثر من 100 دوله بعضويه كامله لفلسطين؟ هل هو التعاطف الواضح؟ هل سيخرج هذا التعاطف الى اجراءات ملموسه على الارض ومن ثم حلحله الوضع فيما يخص المفاوضات او فيما يخص الممارسات الاسرائيليه ووجوب وقفها؟ بلا شك هذا الاعتراف يعتبر يعني خطوة للأمام، وهي مواقف يعني ليست بجديدة، لكن احنا عندنا مشكلة في مجلس الأمن. مجلس الأمن الذي إلى الآن لا يعترف بدولة فلسطين، وهذه المشكلة الأساسية، وكما ذكرت حضرتك أنها تعتبر يعني شرفية وتعتبر تقدم ولا شك في صالح القضية الفلسطينية، ليس تعاطفا بقدر ما هو إيمان بالقضية الفلسطينية، إيمان بالحق الفلسطيني، انتصار للشرعية الدولية الفلسطينية بأن يكون لهذه الأمة الفلسطينية حق في أن تقوم دولتهم وأن يكون لها سيادة وأن يعيش شعبها كما يعيش شعوب بقية العالم. حقيقة إن أذنت لي في هذه الأزمة، وإن كانت يعني فيها من الخسائر وفيها من الدم الفلسطيني الذي نزف، ولكنها أثبتت للعالم أجمع ولمن كان في موقف ضبابي محايد أن دولة إسرائيل هي دولة حرب وهي دولة قتل وهي دولة دمار وهي الدولة الأولى التي لا تريد السلام في المنطقة.